دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان ماتش نهائي السوبر الاوروبي اللي هيتلعب بين مانشستر سيتي واشبيليا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس أمناء الحوار الوطني هيناقش مخرجات وتوصيات الجلسات المتخصصة اللي عقدت خلال الفترة الماضية، وده بعد انتهاء 13 لجنة من بين 19 لجنة في الحوار الوطني من صياغة مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها اللي بتتضمن مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية. النهاردة هيبدأ صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، وده ل 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليار جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه ل 1558 شركة مصدرة. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي اللي هتجمع ما بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني الساعة 10 بالليل.